الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن موافقة إيران السماح لمفتشيها بالاطلاع على كاميرات مراقبة بمنشآت نووية. إسرائيل تتهم إيران بالسعي لتصنيع مسيرات متطورة لدعم ميليشياتها. باريس تنفي أي علاقات مع حكومة طالبان وتتهمها بالكذب. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية. وأفادت الوكالة خلال زيارة يقوم بها مديرها العام لطهران إلى أن مفتشيها حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة، مضيفة أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات. اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إيران بتدريب فصائل أجنبية مسلحة على استخدام الطائرات المسيرة في قاعدة جوية قرب مدينة إصفهان. وقال غانتس إن إيران تحاول نقل المعرفة التي من شأنها أن تسمح بتصنيع طائرات مسيرة في قطاع غزة على الحدود الجنوبية لإسرائيل. اتهم وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان حركة طالبان بالكذب، مؤكدا أن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها. وأكد لودريان أن باريس ترفض الاعتراف أو إقامة أي شكل من العلاقات مع حكومة طالبان، مضيفا أن بلاده تريد أفعالا لا أقوالا من الحركة. قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خططا لتعامل البلاد مع جائحة كورونا خلال الشهور الأكثر برودة، مشيرا إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات. وأضاف جاويد أن قواعد إجراءات السفر ستظل كما هي. فاز فيلم ليفن مول الفرنسي والذي يتناول الإجهاض غير القانوني في الستينات بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية. وكان حفل توزيع الجوائز خط النهاية لماراثون الأفلام الذي استمر 11 يوما. وصفه نقاد بأنه الأفضل منذ سنوات بعد أن جرى تأجيل العديد من الأفلام بسبب جائحة فيروس كورونا. في الختام تذكير بأهم العناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن موافقة إيران السماح لمفتشيها بالاطلاع على كاميرات مراقبة بمنشآت نووية. إسرائيل تتهم إيران بالسعي لتصنيع مسيرات متطورة لدعم ميليشياتها. باريس تنفي أي علاقات مع حكومة طالبان وتتهمها بالكذب. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.